خلال استقباله أبو الغيط الرئيس السيسي يتسلم درع العمل التنموي العربي لعام 2020. رئيس الوزراء يشيد بالإقبال الكبير من جانب المواطنين على التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم. لودريان يعلن أن بلاده ستنظم مؤتمراً للمساعدات الإنسانية للبنان خلال شهر نوفمبر المقبل. أهلا بحضراتكم إلى بانوراما النيل، وهذه هي تفاصيل الأنباء. تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم درع العمل التنموي العربي لعام 2020 من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي للأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بحضور سامح شكري وزير الخارجية. يعد درع العمل التنموي العربي جائزة تمنح سنويا من جامعة الدول العربية إلى الرموز العربية التي تقود العملية التنموية في بلادها. بدوره أهدى الرئيس السيسي الدرع لكل المصريين الذين ساهموا بوعيهم ووطنيتهم في إنجاح جهود الإصلاح الاقتصادي ومسيرة العملية التنموية التي تتم بجهود وموارد مصرية خالصة، مؤكدا دعم مصر لجهود الجامعة العربية في مسيرة التنمية بالوطن العربي. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف معالي السفير رخا أحمد حسن وزير الخارجية مساعد وزير الخارجية الأسبق. معالي السفير، يعني بعد التحية، يعني كيف تنظر إلى هذه الجائزة التي تقدم لمصر بمكانتها وللرئيس عبد الفتاح السيسي بشخصه باعتبارها مؤشر على الإنجازات التنموية التي قدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر؟ يعني بالتأكيد هو يعني درع ده تعبير عن التقدير العالي لما تم إنجازه في مصر خلال الأعوام القليلة الماضية بالنسبة بالذات للبنية الأساسية، لأن تم إنجاز يعني سريع وبمعدلات عالية وعلى نطاق واسع جدا في البنية الأساسية وفي مجال أيضا الإسكان، وبالتالي ده تميز بالنسبة لكثير من الدول العربية بالذات الدول التي تحتاج إلى مساعدة مصر في هذه المجالات، خاصة بعد أن يتحقق فيها السلام عندنا في ليبيا في سوريا في اليمن في الصومال، إذا يعني تحقق فيها شيء من السلام، والسودان أيضا محتاج لهذه التنمية، فبالتالي ده أيضا ما تحتاجه الدول العربية في أفريقيا يعني كلها، وطبعا أفريقيا القارة الأفريقية ينقصها البنية الأساسية والطرق وأيضا الإسكان، يعني ده عملية صعبة بالنسبة لهذه الدول، ولدينا الخبرة والشركات التي تقوم بهذا والمهندسين والفنيين، يعني أصبح لدينا يعني منظومة متكاملة في هذه المجالات كافة. أيضا تناول الرئيس مع الأمين العام لجامعة الدول العربية مطلب يعني تنشيط دور جامعة الدول العربية، لأن الحقيقة أن ده الجامعة العربية لا تقوم فقط بأعمال سياسية وإنما بتقوم بأعمال أخرى لمساعدة الدول للتغلب على مشكلتها، ولكنها تحتاج إلى دعم الدول الأعضاء وإلى دعم ميزانيتها وتطوير ميزانيتها. أيضا الجامعة العربية ينتظر من المنتظر أن يكون لها دور في إعادة إعمار الدول العربية التي دمرتها الحروب الداخلية وفي مقدمتها سوريا وليبيا واليمن، يعني هيكون دور الجامعة العربية، ومصر هي الدولة رائدة في هذا المجال، تستطيع أن هي تقدم كل مساعدة ومساهمة من جانبها في هذه الدول. نعم، بشكرك شكر جزيل على هذه المداخلة معالي السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا لحضرتك. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود الارتقاء بالمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية في إطار نهج الدولة المستمرة لاستعادة وإبراز الثقافة والحضارة المصرية عبر العصور المختلفة
وذلك من خلال أعمال الترميم الشاملة للمواقع الأثرية وإقامة المتاحف وأبرزها المتحف المصري الكبير. كما وجه الرئيس السيسي بالحفاظ على العمالة في القطاع السياحي وتثبيت أوضاعها، خاصة في ظل الدعم الحكومي للقطاع استجابة لتداعيات جائحة كورونا، وكذا البرامج الحكومية التحفيزية الموجهة في هذا الإطار. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي والدكتور خالد العناني وزير الآثار، الذي تناول متابعة أنشطة ومشروعات وزارة السياحة والآثار. وطلع الرئيس السيسي خلال الاجتماع على جهود استئناف الحركة السياحية. استهل الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع الوزاري الذي ترأسه اليوم بتوجيه التهنئة لوزير الدفاع ورجال القوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة الذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة. وأشاد مدبولي بالإقبال الكبير للمواطنين على التصالح في مخالفات البناء، لافتا إلى أن عدد طلبات جدية التصالح وصلت لنحو 1,750,000 طلب، مؤكدا على المتابعة المستمرة لإجراءات التصالح تنفيذا للقرارات التيسيرية التي تم اتخاذها. وأشار أيضا إلى النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري خلال سبتمبر الماضي. كما أشار رئيس الوزراء إلى اهتمام مصر بزيادة أطر التعاون مع السودان الشقيق، مرحبا بالتوقيع على اتفاقية جوبا للسلام بين الحكومة الانتقالية للسودان والجبهة الثورية والحركات المسلحة. انتهت في 7 مساء اليوم المهلة المحددة للتنازل عن الترشح لانتخابات مجلس النواب وفقا للجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات. كانت الهيئة برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض قد أعلنت أمس رسميا القائمة النهائية لأسماء المرشحين لانتخابات مجلس النواب بعد الانتهاء من مراجعة جميع الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة. واشتملت القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات مجلس النواب على 4,032 مرشحا بالنظام الفردي وثماني قوائم بالنظام القائمة. تواصل وزارة الداخلية جهودها في التصدي لجرائم الفساد الوظيفي والاستغلال النفوذ وغسل الأموال والاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتهرب الضريبي. تتصدى أجهزة وزارة الداخلية لجرائم غسل الأموال والإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والفساد الوظيفي والنصب والاحتيال على المواطنين والتهرب الضريبي. في هذا الإطار تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من ضبط تشكيل عصابي يتزعمه شخصان بأسيوط لقيامهما بغسل 20 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة عبر إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضي وسيارات بهدف إخفاء مصدرها وإصباغها بصبغة شرعية. 145 مليون جنيه طبقا للفحص المستندي تمثل قيمة الضرائب المستحقة على 3 أنشطة تجارية بالقاهرة والإسكندرية والدقهلية تهرب أصحابها من سداديها، وهي ضرائب مستحقة على أرباح طائلة حققوها من أنشطتهم التجارية المتنوعة. اتخذت الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم الإجراءات القانونية تجاههم، وبما يحافظ على حق الدولة. بحجم تعاملات بلغ 40 مليون جنيه طبقا للفحص المستندي، نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، حيث يقوم تشكيل عصابي يتزعمه شخصان بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وإرسالها لذويهم بما يعادلها بالجنيه المصري مقابل عملة مالية، فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون. وفي مجال التصدي لجرائم استغلال النفوذ والفساد الوظيفي، نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط موظف المعامل المركزية لاستغلاله طبيعة عمله واستخراج شهادات صحية خاصة بفيروس كورونا وشهادات تحاليل دون اتباع الإجراءات المنظمة لذلك، بالاشتراك مع آخرين بإحدى شركات إلحاق العمالة بالخارج وتزوير الشهادات الطبية المنسوب صدورها للمعامل المركزية نظير الحصول على مبالغ مالية.
الإدارة تمكنت وفي إطار جهودها للتصدي لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين من ضبط القائمين على شركة تقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين عن طريق الإعلان عن فرص عمل بغرض استقطاب الشباب والحصول على مبالغ مالية منهم كرسوم إدارية ومصوغات تعيين خلافا للحقيقة، وبحوزتهم 247 عقد عمل وهمي وأكثر من 700 وثيقة تعارف ومستندات شخصية. بالتزامن مع احتفالات مصر بذكرى انتصارات أكتوبر، احتفلت محافظة شمال سيناء بافتتاح عدد من المشروعات التنموية في مركز ومدينة الشيخ زويد بقيمة 112 مليون جنيه. بخطوات متتالية ثابتة تتسم بالسرعة والإنجاز، محافظة شمال سيناء تواصل افتتاحاتها بالتزامن مع ذكرى انتصارات أكتوبر، نقلة غير معتادة لم تشهدها السنوات الماضية بافتتاحات في مدينة الشيخ زويد بعد سنوات مما عانته المدينة جراء الحرب الشرسة ضد الإرهاب. محطة تحلية مياه البحر بالشيخ زويد والتي تعمل بطاقة 5000 متر مكعب كانت أولى المشروعات الخدمية التي قدمتها الدولة لخدمة أهالي المدينة. المحطتين بتوع المية اللي موجودين بطاقة 10000 متر مكعب في اليوم كده، أنا شخصيا اطمأنيت على أن فعلا الحلم اللي أنا كنت بتمناه أن يبقى المواطن في الشيخ زويد يفتح الحنفية تنزل مية إن شاء الله اتحقق. قطاع التعليم كان على موعد مع الإعلان عن افتتاح مدرسة الحميدية الابتدائية بالشيخ زويد والتي تتسع ل 22 فصل دراسي لاستيعاب أبناء المدينة. مدرسة الحميدية ده تعتبر إنجاز لمدينة الشيخ زويد، وإن شاء الله دي بداية الإنجازات اللي هتتعمل إن شاء الله الفترة اللي جاية. افتتحنا تاني الحديقة متنزه لأهل الشيخ زويد زي ما حضراتكم شفتوها هناك، هي عبارة عن حوالي 2500 متر بتخدم أهل الشيخ زويد، بتبقى متنفس طبيعي لأهل الناس اللي موجودين هنا في المدينة. إن شاء الله الشيخ زويد هترجع وهتبقى أحسن من الأول وهتبقى أفضل من الأول، هتبقى سلة الفواكه زي ما كانت إن شاء الله، وبإذن الله برضو الشيخ زويد هتبقى أمينة ومستقرة بأمر الله. ومع الاهتمام بتقديم خدمات ترفيهية لمواطني الشيخ زويد، تم افتتاح حديقة عامة للمواطنين كوسيلة تهدف إلى توفير أماكن مناسبة للتنزه. حلو ممتازة وفيها ألعاب حلوة وممتازة جدا، أنا احنا بنلعب فيها وهي جميلة، كل حاجة فيها حلوة، كل الألعاب والله الحمد لله حلوة كويسة ممتازة جميلة هي ممتاز. بسم الله ما شاء الله عليها. يعني زيارة هامة بحسب آراء أهل مدينة الشيخ زويد، حملت معها افتتاحات ومتابعة لمشروعات تسهم في عودة المدينة كسابق عهدها. تعددت الافتتاحات والمشروعات التنموية بمحافظة شمال سيناء، فمن مدينة العريش إلى الشيخ زويد تشرق شمس الافتتاحات، رسالة قوية لأهالي سيناء. الشيخ زويد عائدة وعلى خريطة اهتمام الدولة لتتسع رقعة المشروعات التنموية على كل شبر في سيناء. من مدينة الشيخ زويد مصطفى عبد الفتاح، النيل. أعلن وزير شؤون الديوان الأمري الكويتي الشيخ علي الجراح الصباح أن أسرة آل صباح قد باركت تزكية أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد، متمنين له التوفيق والسداد ليواصل عطاءه المعهود في خدمة الكويت. ووفقا للدستور الكويتي يجب على الأمير بعد توليه إمارة البلاد أن يرشح شخصا من ذرية الشيخ مبارك الكبير خلال عام على الأكثر من توليه الحكم وليا للعهد، ويعرضه على أعضاء مجلس الأمة الكويتي للتصويت عليه. قال وزير خارجية فرنسا جان إيف لدريان اليوم إن بلاده ستنظم مؤتمرا للمساعدات الإنسانية للبنان خلال نوفمبر المقبل. كان من المقرر أن يعقد المؤتمر في نهاية أكتوبر الجاري، وأبلغ لودريان الجمعية الوطنية أن مجموعة الاتصال الدولية بشأن لبنان ستلتقي في الأيام القادمة للتأكيد على ضرورة تشكيل حكومة. قال الرئيس اللبناني ميشيل عون اليوم إن البرلمان سيجتمع في 15 من أكتوبر الجاري لإجراء الاستشارات النيابية لتكليف شخصية بتشكيل الحكومة الجديدة. كانت الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب قد استقالت في 10 أغسطس الماضي في أعقاب انفجار مرفأ بيروت، ووقع الاختيار على مصطفى أديب السفير السابق للبنان في برلين لتشكيل الحكومة بعد تدخل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،
غير أنه اعتذر عن التكليف في أواخر سبتمبر بعد أن حاول لمدة شهر تقريبا تشكيل حكومة غير حزبية. للمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت السيد أحمد عز الدين الكاتب والمحلل السياسي. سيد أحمد، يعني بعد التحية، يعني كيف تنظر إلى أمر تشكيل الحكومة المرتقبة الذي تحدد له اجتماع في البرلمان في منتصف الشهر الحالي؟ يعني التحية لك ولكل المشاهدين. أولا يعني كان من المفترض يعني حسب الدستور أن يدعو مباشرة رئيس الجمهورية إلى إجراء استشارات، لكن يعني اليوم دعا إلى استشارات ولكن بعد أسبوع، وبالتالي فهذا يعني أنه لم يتم الاتفاق على رئيس الحكومة. وإذا كان من المتعذر الاتفاق على رئيس الحكومة حتى الآن فلا، ليس هناك ما يدعو إلى أنه سيكون هناك اتفاق بعد أسبوع. أنا أعتقد أن الهدف الأساسي هو تأجيل دعوة الاستشارات حتى اليوم، ومن ثم إعلان الأسبوع هو تقطيع مزيد من الوقت. الكل يدرك أصبح بأن هناك مرحلة انتظار حتى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وبالتالي يعني الأمل تراجع في إمكانية تشكيل حكومة تقوم بالمهام المطلوبة منها. وأيضا ربما أن الفرنسيين أيضا أدركوا بأنه يعني الحماس التي أبدوها في البداية لتشكيل الحكومة والإخراج من أزمتها المبادرة الفرنسية أيضا يعني أشد الكثير من الفتور، وبالتالي يعني هي عندما جدد الرئيس الفرنسي المبادرة لمدة 6 أسابيع هذا يعني أنها أيضا يعني تنتظر الانتخابات الأمريكية. لكن هناك ربما سؤال أكبر من هذا، ماذا لو لم يعني يفوز ترامب، وماذا إذا فاز الديمقراطيين؟ هل ستكون هناك مرحلة انتظار أخرى؟ يبدو نحن أننا أمام محطات انتظار، ننتقل من محطة انتظار إلى محطة أخرى، والأزمات تزداد في البلد وخصوصا الوضع الاقتصادي ربما يصل إلى انفجار. لكن الدول السياسية الطائفية متحكمة بالشارع وتضغط على الناس حتى نعم. طيب سيد أحمد، يعني حتى لو دهمنا الوقت، هل نفس النظرة يعني توجهها إلى المؤتمر المرتقب لجمع أو تقديم المساعدات للبنان والذي من المقرر أن يتم تأجيله للشهر المقبل؟ يعني المؤتمر في أي وقت تعقد، يعني عندما توجه الدعوات إلى الدول ستحضر وستلتزم بمساعدات، ولكن هذه المساعدات ستكون مشروطة، وبالتالي قد تكون هناك حرية أكثر للدول الداعمة، ربما تراهن ستلتزم بمبالغ مشروطة لتشكيل حكومة وقيام إصلاح، وهي تدرك أن مثل هذا الأمر لن يتحقق، وبالتالي هي ستظهر عن حسن نية واستعداد لدعم لبنان، لكن نعم. المشكلة أن لبنان لا يريد أن يدعموا أنفسهم، وبالتالي يعني المؤتمر في أي وقت ما لم تكن هناك حكومة وهناك إصلاح قيمة لأي مؤتمر ولأي التزامات دولية بشأن لبنان. سيد أحمد عز الدين الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا لحضرتك. أعربت الخارجية الأمريكية في بيان صادر عنها اليوم عن قلقها من ارتفاع وتيرة الهجمات في سوريا في الشهور الأخيرة، وأدانت التفجير الذي وقع أمس في مدينة الباب السورية. كانت شاحنة ملغومة قد انفجرت الثلاثاء قرب محطة حافلات في بلدة الباب شمالية سوريا والتي تخضع لسيطرة مقاتلين مدعومين من تركيا، مما أسفر عن مقتل 18 شخصا وإصابة العشرات. وقال النشطاء إن الانفجار سبب دمارا واسعا في المنطقة وأسفر عن اشتعال النيران في عدد من السيارات. غادر حوالي 1000 لاجئ جزيرة ليسبوس اليونانية في طريقهم إلى الاستقرار في دول أوروبية أخرى. جاء ذلك في إطار إجراءات توزيع اللاجئين المتواجدين باليونان إلى الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي مثل بلجيكا وفنلندا وألمانيا وإيرلندا ولوكسمبورغ والبرتغال. وقبيل مغادرتهم الأراضي اليونانية أجرى جميع اللاجئين اختبارات كوفيد-19 منعا لتفشي فيروس كورونا بمقراتهم الجديدة.
أعلنت وزارة الخارجية الأذرية توجه وزير خارجية البلاد غدا الخميس إلى جنيف لإجراء لقاء مع الوسيط الدولي في نزاع ناغورنو كاراباخ. وأوضحت الوزارة أن هدف الزيارة لقاء رؤساء مجموعة مينسك في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لعرض موقف أذربيجان من تسوية النزاع القائم مع أرمينيا. في المدينة الغارقة في ظلام شبه كامل دوت صفارات الإنذار بعدما تعرضت ستيبانيكورت عاصمة إقليم ناغورنو كاراباخ إلى قصف عنيف، يليه في كل مرة انفجارات قوية لم يتم تحديد طبيعتها بدقة، ما إذا كانت صواريخ أو مدفعية أو قصف جوي. ويعد هذا القصف هو الأعنف منذ نهاية الأسبوع منذ أن بدأت القوات الأذرية استهداف ستيبانيكورت المدينة التي يقطنها 55 ألف نسمة. وتستمر المواجهات العنيفة التي اندلعت في 27 سبتمبر الماضي بين انفصاليين مدعومين من أرمينيا من جهة والقوات الأذرية من جهة أخرى حول أقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها، من دون أي مؤشر إلى خفض التصعيد وسط تواعد الجانبين بمواصلة القتال. وأعلنت جمهورية كاراباخ المدعومة من أرمينيا عن شن قواتها هجوما مضادا على قوات أذربيجان في شمال خط التماس في المنطقة المتنازع عليها بين الطرفين، فيما اعتبر رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشنيان أن تجدد المعارك في إقليم ناغورنو كاراباخ سببه الدعم التركي لأذربيجان، منددا بما اعتبره حربا إرهابية على شعب يناضل من أجل حريته. وأبدى باشنيان ثقته بأن روسيا ستمد يد المساعدة لأرمينيا إذا تعرضت لهجوم مباشر داخل أراضيها، وذلك التزاما بالتحالف العسكري القائم بين البلدين بموجب معاهدة. إنها ليست لغة تحريضية على الإطلاق عندما أقول إن هذه سياسة تركية لمواصلة الإبادة الجماعية للأرمن. دعونا نلقي نظرة على ما تنفذه تركيا في البحر الأبيض المتوسط وفي ليبيا وفي سوريا وفي العراق. بالنسبة لي لا أشك في أن هذه سياسة لاستمرار الإبادة الجماعية للأرمن وسياسة لإعادة الإمبراطورية التركية. من جانبه دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى وقف القتال في الإقليم واصفا القتال الأكثر دموية منذ 25 عاما بين قوات من الأرمن وأخرى أذرية بأنه مأساة، مؤكدا أنه على تواصل مستمر مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشنيان بشأن الصراع. وتخوض باكو ويريفان نزاعا منذ عقود للسيطرة على المنطقة التي يهيمن عليها الأرمن والتي انفصلت عن باكو خلال حرب اندلعت في تسعينيات القرن الماضي وأودت بحياة نحو 30 ألف شخص. وتحدى الطرفان الدعوات لوقف إطلاق النار واتهم كل جانب الآخر بإشعال المواجهات الجديدة، واعتبرت الأشد منذ وقف إطلاق النار عام 1994. المزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور إمام غريب الكاتب الصحفي والخبير في الشؤون الآسيوية. دكتور إمام، يعني بعد التحية، هل تتوقع نجاح للمحاولات غدا في جنيف بإقناع الأطراف المتحاربة في الصراع بإقليم ناغورنو كاراباخ بالموافقة على التفاوض لوقف إطلاق النار؟ نعم، للأسف لا أعتقد ذلك، خاصة إذا ما علمنا أن هناك أطرافا خارجية تحاول أن تزكي نار الحرب ما بين الدولتين في إطار التدخل السافر من جانب تركيا. تركيا تحاول أن يعني بعد أن لفظها الاتحاد الأوروبي هي تحاول أن تنقل الحرب إلى أماكن عديدة، تدخل حروبا لا نقد لها ولا جمل، هي تدخل في دول ليست دول جوار كليبيا كسوريا والآن في إقليم ناغورنو كاراباخ، وتحاول أن تزكي نار حروب يعني مضى عليها عقود. الآن نحن نتكلم عن قرابة ما يزيد عن قرن و خمسة أعوام عن ما قامت به الدولة العثمانية التركية من خلال إبادة ما يقرب من 1.5 مليون من الأرمن التابعين للكنيسة الأرثوذكسية. فأعتقد أن هناك أطرافا خارجية تحاول الآن أن تستمر هذه الحروب، خاصة إذا ما علمنا أن استمرار هذه الحروب يعني استمرار مصانع الأسلحة في دول عديدة خاصة الولايات المتحدة الأمريكية و القوى الصاعدة الجمهورية أو
أو الجمهورية الروسية. نعم. طيب في ضوء المعطيات الحالية للأوضاع على الأرض بين أرمينيا وأذربيجان، إلى أي مدى في تقديرك يمكن أن تقود تلك الأوضاع إلى حرب أكبر أو حرب إقليمية؟ لن تكون أعتقد حربا إقليمية، ولكن هناك يعني محاولات من جانب بعض القوى لوقف هذه الحرب، تحديدا مثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أيضا يلعب الاتحاد الأوروبي دورا كبيرا، مثلما لعب نفس الدور في عام 1994 بالمناسبة، عندما يعني تدخل الاتحاد الأوروبي لوقف الحرب التي استمرت قرابة ثلاثة أعوام بعد تفكك الاتحاد السوفيتي وراح ضحيتها الكثيرون. وبالتالي أعتقد أن جهودا مبذولة من العديد من القوى لمحاولة وقف هذه الحرب الدائرة، ولكن كما ذكرنا يقابلها على الجانب الآخر محاولات إذكاء الحروب، خاصة عندما نعلم كما ذكرنا أن اللاعب الرئيسي في هذه المشكلة هي تركيا. تركيا يعني حجر أو همزة وصل كبيرة في هذه الحرب، والاتحاد السوفيتي بالمناسبة يحاول أن يحدث نوعا من التوازن هو على علاقات مع تقصد روسيا الاتحادية بطبيعة الحال يا دكتور؟ طبعا بالطبع، يعني هناك صفقة الأسلحة الاس 400 لتركيا، أيضا هناك اس 35 في مقابل اف 35 الأمريكية، الطائرات الأمريكية. وبالتالي هناك يعني نوع من التجاذب ومحاولة عودة روسيا الاتحادية بالمناسبة إلى خمسينات والستينات القرن الماضي، نعم، كي تكون دولة يعني تواجه أو عودة لعالم ثنائي القطبية كما حدث في القرن الماضي. وصلت الفكرة، وبشكرك شكر جزيلا على هذا التحليل الدكتور إمام غريب، الكاتب الصحفي والخبير في الشؤون الأسيوية، شكرا جزيلا لحضرتك. أكد طبيب البيت الأبيض شون كونلي عدم وجود أي أثر لأي أعراض لمرض كوفيد 19 على الرئيس دونالد ترامب، فيما أظهر فحصه البدني ومؤشراته الحيوية أن حالته لا تزال مستقرة. وأوضح كونلي أن الرئيس لم يعاني من الحمى منذ أكثر من 4 أيام ولم يحتاج أي أكسجين إضافي عندما تم نقله للمستشفى. أعلن المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن أنه إذا لم يشفى الرئيس دونالد ترامب تماما من مرض كوفيد 19 بحلول موعد مناظرتهما التلفزيونية الثانية المقررة في 15 من الشهر الحالي فيجب عدم إجراء المناظرة. وأضاف بايدن أنه يتطلع إلى مناظرته، لكنه يأمل فقط بأن يتم اتباع جميع البروتوكولات وفقا لإرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن أي مصاب بالفيروس يجب أن يلازم منزله لمدة 10 أيام على الأقل اعتبارا من تاريخ ظهور الأعراض عليه لأول مرة، في حين قد يحتاج المصاب الذي تظهر عليه أعراض مرضية شديدة إلى البقاء في المنزل لمدة قد تصل إلى 20 يوما. مستمرون مع حضراتكم في هذه البانوراما، وفيها بعد قليل منح جائزة نوبل للكيمياء مناصفة للفرنسية إيمانويل شاربنتيه والأمريكية جينيفر داودانا لنجاحهما في تطوير وسيلة لتعديل الجينات. إننا جميعا سنحافظ عن سيادتنا، نحن نؤمن بحقنا في الحياة، ونحن نؤمن بحقنا في وطننا. إننا قتلنا وسوف نقاتل تحرير أراضينا التي أمسك بها الاحتلال الإسرائيلي سنة 67. إن مطلبنا في الحرب معروف، لا حاجة بنا لإعادة شرحه. يأتي اليوم ونحن مرفوعة هامات، مرتفعة راياتنا، ولكن علينا أن نعرف أن المهمة لم تنتهي بعد. إلى الأمام. لازم نبني بلدنا بإيدينا، بعرقنا، بصبرنا.
بتحملنا. المصريين أرادوا بجد إن هم يغيروا الواقع بتاعهم. أكتوبر 73، بقاء شعب ونماء أمة. الآن نتحول الأنباء الاقتصادية في هذه البانوراما بصحبة الزميلة ميرفت المليجي. أهلا بك ميرفت، تفضل. شكرا لك أيمن، وأهلا بكم مشاهدينا مع أخبار المال والأعمال وأبرز ما نتابع فيها. ارتفاع الاحتياطي النقدي المصري إلى 38 مليار و 425 مليون دولار بنهاية شهر سبتمبر. أهلا بكم. أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 59 مليون دولار ليبلغ نحو 38 مليار و 425 مليون دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي، وذلك مقابل 38 مليار و 366 مليون دولار خلال أغسطس السابق له. واصلت مؤشرات البورصة المصرية مكاسبها القوية لدى إغلاق تعاملات الأربعاء آخر جلسات هذا الأسبوع بدعم من عمليات شراء ملحوظة من المستثمرين العرب فضلا عن المصريين الأفراد، وذلك وسط تفاؤل بأداء السوق مع إعلان البنك المركزي عن زيادة الاحتياطي النقدي للشهر الرابع على التوالي، وذلك رغم تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا. وقد حقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقايضة بالبورصة مكاسب قدرها 2.9 مليار مليون جنيه ليصل إلى نحو 631 مليار و 140 مليون جنيه بعد تداولات كلية بلغت نحو 1.9 مليار مليون جنيه، نحو 1.5 مليار جنيه تداولات في سوق الأسهم. وقد قفز مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 1.62%، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 67%. أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت التمويني يكفي لنحو 6 أشهر حتى شهر أبريل من عام 2021. وقد أوضحت الوزارة أنه في إطار تعزيز أرصدة البلاد من الزيت التمويني، قد قامت الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد على كمية 86 ألف طن زيت خام مستورد، مشيرة إلى أن وصول هذه الكمية سيكون في الفترة من 25 من نوفمبر وحتى 15 من ديسمبر من عام 2020. أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة المعاشات المنصرفة من المكاتب البريدية لتبلغ 84 مليار و 200 مليون جنيه في عام 2019-2020، وذلك مقابل 78 مليار و 300 مليون جنيه في العام المالي 2018-2019، أي بزيادة بلغت نسبتها نحو 7.5%. وقد لفت الجهاز إلى أن عدد وحدات خدمة الدفع الإلكترونية على مستوى الجمهورية قد سجل نحو 3950 وحدة عام 2019-2020، أي بزيادة بلغت نسبتها قرابة 66% عن العام السابق عليها. قالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط إن محفظة التعاون الحالية بين مصر ومجموعة البنك الدولي تبلغ نحو 8 مليارات دولار، منقسمة إلى 5 مليارات و 800 مليون دولار للبنك الدولي للإنشاء والتعمير ومليارين و 200 مليون دولار لاستثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مصر. وقد شددت الوزيرة على أهمية تعميق التعاون الاقتصادي والإنمائي بين مصر والبنك، وكذلك توسيع محفظة التعاون في عدد من المجالات، وذلك قبيل بدء اجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك الدولي والتي تنطلق الخميس المقبل عبر الإنترنت بشكل استثنائي نظرا للظروف التي فرضها وباء كورونا.
قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التوصية بتثبيت الأسعار الحالية للوقود، وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل، حيث تم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة عند 6.25 جنيه للتر البنزين 80 و7 جنيهات ونصف الجنيه للتر البنزين 92 و8 جنيهات ونصف الجنيه للتر البنزين 95. كما استقر سعر لتر السولار عند 6.75 جنيه وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 3900 جنيه. وتعتمد لجنة تسعير الوقود التي تضم ممثلين لوزارتي البترول والمالية في قرارها على قياس مستوى الأسعار العالمية للبترول وكذلك أسعار الصرف وتكاليف النقل والتشغيل والإنتاج، وتجتمع بشكل ربع سنوي بهدف مراجعة أسعار الوقود وتحريكها ارتفاعا أو انخفاضا بنسبة 10% بالمئة أو تثبيتها. قال البنك الدولي إن جائحة فيروس كورونا قد تدفع بما يصل إلى نحو 150 مليون من البشر إلى براثن الفقر المدقع بنهاية عام 2021، ما هي بذلك التقدم الذي تحقق على مدى أكثر من 3 سنوات للحد من الفقر. وقد أوضح البنك في تقرير يصدره كل عامين عن الفقر والرفاهية أن ما بين 88 و115 مليون شخص آخرين سيسقطون في الفقر المدقع، وذلك بالعيش على أقل من $1.90 في اليوم في عام 2020. وبحسب التقرير فإن العديد من المنضمين الجدد إلى شريحة الفقر المدقع يعيشون في دول تعاني من معدلات الفقر المرتفعة بالفعل، لكن حوالي 82% يأتون من دول متوسطة الدخل. قال مجلس الذهب العالمي إن البنوك المركزية قد باعت في أغسطس ذهبا أكثر مما اشترت لتنهي بذلك عاما ونصف العام من الزيادة الشهرية في مشتريات الذهب، مما ساهم في توقف الصعود السريع لسعر المعدن الأصفر. وقد ارتفع الذهب فوق $2500 للأوقية في بداية عام 2019 إلى مستوى قياسي عند $2072 في أوائل أغسطس، ثم هبط لحوالي $1900. وقد دفع المستثمرون في أوروبا وأمريكا الشمالية الأسعار للصعود، وجمعوا الذهب على أمل أن يحتفظ بقيمته خلال أزمة فيروس كورونا. وقد اشترت البنوك المركزية نحو 656 طنا من الذهب في عام 2018، وهو أعلى رقم في نصف قرن. نهاية أخبارنا الاقتصادية وعودة للزميل أيمن لاستكمال ما تبقى من البانوراما، إليك أيمن. شكرا جزيلا لك ميرفت المليجي على هذه القراءة الاقتصادية، ونواصل تقديم أنباء البانوراما. وعودة إلى نشاط رئيس الجمهورية، حيث تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي درع العمل التنموي العربي لعام 2020 من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. من ناحية أخرى، وجه الرئيس السيسي بمواصلة جهود الارتقاء بالمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية في إطار نهج الدولة المستمر لاستعادة وإبراز الثقافة والحضارة المصرية عبر العصور المختلفة من خلال أعمال الترميم الشاملة للمواقع الأثرية وإقامة المتاحف وأبرزها المتحف المصري الكبير. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية، إلى جانب السفير حسام زكي الأمين العام المساعد والمشرف على مجلس الجامعة العربية، وسفير هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة، وسفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد أحمد أبو الغيط قدم للسيد الرئيس درع العمل التنموي العربي لعام 2020. إننا لا نجتمع اليوم لتكريم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فهو غني عن التكريم ولا ينتظر جائزة من هنا أو هناك، وإنما الهدف هو تسليط الضوء على التجربة المصرية في مجال التنمية
وهي تجربة صارت لها ملامح مميزة وخصوصية واضحة. فهذا الدرع، درع العمل التنموي العربي، تهديه الجامعة العربية بواقع ترشيح من لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك لقائد عربي من أصحاب الإنجاز المتميز والعمل غير التقليدي في مجال التنمية. والهدف هو أن يقف الجميع على خصائص التجارب الناجحة ليتم تعميمها والاستفادة منها، وأيضا لكي يعرف الجميع الصعوبات الكبيرة التي تصادف من اختاروا الطريق الصعب، طريق البناء والتغيير، حتى تتوالى النماذج الناجحة وتدب روح الإنجاز والعمران في أرجاء عالمنا العربي على اتساعه. والحق أنكم فخامة الرئيس منذ اليوم الأول اخترتم الطريق الصعب، طريق التغيير والإصلاح. هو طريق صعب لأن الأسهل دائما هو إدارة الأوضاع على ما هي عليه من عوار. هو طريق صعب لأنه ما من إصلاح إلا وله ثمن، وما من تغيير إلا وينطوي على تكلفة. هو طريق صعب لأن اقتحام المشكلات الحقيقية بجراءة وثقة يحمل الشعب والحكم معا أعباء فوق الطاقة. ولولا ثقة الناس في قيادتكم وإخلاصكم ما تحملوا تكلفة التنمية وثمن الإصلاح. فخامة الرئيس، إن درع العمل التنموي العربي يشرف بأن تكونوا حامله لهذا العام. شكرا لكل ما قدمتموه وتقدموه لبلادكم وللعرب جميعا، وشكرا لدعمكم المستمر للجامعة العربية. شكرا سيادة الرئيس. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة أنشطة ومشروعات وزارة السياحة والآثار. وقد اطلع السيد الرئيس على جهود استئناف الحركة السياحية وكذلك ما يتم تقديمه من حزم تحفيزية لدعم قطاع السياحة، حيث وجه سيادته بالحفاظ على العمالة بالقطاع السياحي وتثبيت أوضاعها خاصة في ظل الدعم الحكومي للقطاع استجابة لتداعيات جائحة كورونا وكذا البرامج الحكومية التحفيزية الموجهة في هذا الإطار. كما وجه السيد الرئيس بمواصلة جهود الارتقاء بالمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية في إطار نهج الدولة المستمر لاستعادة وإبراز الثقافة والحضارة المصرية عبر العصور المختلفة، وذلك من خلال أعمال الترميم الشاملة للمواقع الأثرية وإقامة المتاحف أبرزها المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة. وقد قام السيد وزير السياحة والآثار في هذا الإطار باستعراض جهود الوزارة لاستئناف الحركة السياحية بما فيها معدلات الرحلات والسائحين الأجانب خلال الفترة الماضية في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، وكذلك عدد المنشآت السياحية التي حصلت على تراخيص التشغيل تماشيا مع تعليمات الحكومة في هذا الصدد، فضلا عن أبرز الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، مشيرا إلى عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين السائحين الأجانب خلال الأشهر الثلاثة الماضية في المحافظات السياحية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الاستعدادات الجارية لاحتفالية موكب المومياوات الملكية المزمع إقامتها قريبا، وكذلك الخطوات التنفيذية لكل من المتحف المصري الكبير ومشروع تطوير طريق الكباش. وقد وجه السيد الرئيس بإتمام تلك الأنشطة الأثرية والثقافية العالمية مثل موكب المومياوات الملكية على نحو يتسق مع عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة. أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم منح جائزة نوبل للكيمياء مناصفة للفرنسية إيمانويل شاربانتييه والأمريكية جينيفر داودانا لنجاحهما في تطوير وسيلة لتعديل الجينات بواسطة أداة لإعادة كتابة شفرة الحياة. نتحول الآن لمتابعة الأنباء الرياضية بصحبة الزميلة ياسمين الخفاص. أهلا، شكرا جزيلا ياسمين على هذه القراءة الرياضية. وختاما للبانوراما إلى حضرتكم نظرة على أبرز العناوين.
خلال استقبالها أبو الغيط الرئيس السيسي يتسلم درع العمل التنموي العربي لعام 2120. رئيس الوزراء يشير بالإقبال الكبير من جانب المواطنين على التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم. لدريان يعلن أن بلاده ستنظم مؤتمرا للمساعدات الإنسانية للبنان خلال شهر نوفمبر المقبل. ختام البانوراما جاءكم من النيل في القاهرة، شكرا لحسن المتابعة ودمتم في أمان الله، إلى اللقاء.